مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، المستجدات الجديدة في الموضوع التحاق الأستاذ علي رضا زيان مع أستاذة زين بخيار لضخ دماء جديدة في الموضوع. مشاهدينا الكرام، هيئة جديدة فيما يخص القضاء، دفاع جديد، ونطمح للنهاية في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، معايا الأم حياة، أسباب ومسببات اللقاء ديالها بأستاذ علي، النقاش اللي حضرت لي اليوم في الهيئة، المستجدات اللي كاينة غنشوفوها معها الآن. الأم حياة، فاجأتينا بخطة جديدة، هادشي اللي كنعيشو ديال المنتخب والفرح اللي كيعم المغاربة بشكل كبير. دخلتي فريق اخر انضمام استاذ علي زيان، استاذ رضا علي زيان من الرباط، اللي ضخ دماء جديده للمساعده ديال الاستاذه زين بخيار امام قضاء جديد. اللقاء ديالك باستاذ زيان، لماذا تم الاختيار ديالو بالضبط؟ السلام عليكم. ضروري نوجه تحيه للاستاذه زينب خيار، اللي يعني مضحيه بوقتها وبجهدها وبكل شيء باش تناضل من اجل الحقيقه ديال تهامي بناني، لان كتعتبره بحال ولدها. ولكن الاختيار ديالي اللي طرأ على سي علي رضا زيان ماشي اختيار زعما من عبث، لا. انا هاد 15 او 16 العام، باسكو ما تعرفوش شنو هو السبب اللي غادي نقلب على محامي اخر، يكون سي زيان ولا يكون واحد اخر، بامبورت. هو شعوري، انا ما كنشعرش، ولكن المنظومه اللي حنا ماشيين فيها ديال القضاء ديال 16 العام هذه كتبين لي لانني بحال اللي بصريح العباره بغاو يعطوني الصفه ديال كنغرق، انا ما كنغرقش، ما كنغرقش، وما عمرني ما انكسرت، دائما كناضل في سبيل الحق التامي. الظالم ياخذ حقه، الظالم ياخذ حقه، والمظلوم ياخذ حقه. الاختيار ديالي الاستاذ محامي بو امبورت لو نون ديالو، انا ما عندي حتى شي انتماء، لا ارهابي ولا سياسي، ولا انا مواطنه حره. اختاريت هذاك السيد الكوني كنسمع عليه انه انساني، وانه يعني القضايا كيشوف فيها بقانون، وكيشوف فيها وكيدخل وغادي يدخل ان شاء الله الماده العلميه في بالموازاه مع المسطره اللي غادي يتبع. وكنشوف فيه انه الناس كيقولوا لي السيد مزيان، ومشيت عند وحدين اخرين وان شاء الله غادي نزيد مازال الا بغى الله. ما حدهم كيشعروني بالغرق، وانا كنتشبت اللي بالفلوس واللي بلا فلوس واللي بامبورت. اذا هاد المساله هذه ديال الاختيار اللي طرا على السي زيان، اختيار عادي طبيعي جدا، ما عندوش حتى شي خلفيه. نعم. اليوم حضرتي الجلسه اللي كانت شيئا ما مختصره، وتاجلت ل 13/1. كان النقاش اللي تكلم السيد الرئيس مع الاستاذه زين بخيار. نعلم جيدا زين بخيار القرار النقابه الدار البيضاء ما كتكلمش، انت كنتي امام السيد القاضي، شنو اللي دار؟ نعم، هي في الحقيقه ما يحز في النفس هو ان استاذه زينب بالحجم ديالها وبالكفاءه ديالها وبالمده الزمنيه اللي قضاتها في المهنه تجي لواحد الملف اللي سميتو ملف تهامي بناني وتمنع قطعا من الكلام فيه. الوغ كل اخرين ولا محامين اخرون كيتكلموا بكامل حريه. هذا راه ظلم، وما غنسكتلوش انا دون ان السيده المحاميه هي غادي تدافع على راسها. انا ما غنسكتش لكون استاذ ديال الدفاع ديالي مطالب باش يسكت، ودفاع الاخرين عنده الحق او عنده صلاحيه باش يتكلم. هذا راه ظلم. وانا كنقول لكم باش كيفاش كيحاولوا يحبطوني، انا ما غنتحبطش. وفي الجلسه السيده زينب بالحرقه ديالها اللي ربما تياخذوها بشكل او باخر بالحرقه ديالها، كتقول لك جوج حاجات. الا ما كانوش الاطراف المصرحين كلهم اللي في المحاضر واللي خضعوا
للتحقيق عند الفرقه الوطنيه، وهذوك المدرجين في الملف اللي ما خضعوش، انا كأم ديال تهامي كنطالب بهم وعندي الحق نطالب بهم كلهم يحضروا. الا ما حضروش هادو وما حضرتش الماده العلميه في هذا النطاق هذا، راه ما يمكنش هذا الملف يتحل. المصطلحين كاملين والماده العلميه تحضر موازات مع المسطره القانونيه. نعم هذا المطلوب ديال الاستاذه والسيد الرئيس. نعم. جاوبها. نعم جواب السيد الرئيس. جاوبت السيد الرئيس. شوف السيد الرئيس، اولا الهيئه جديده، هي ربما فاش تكلمت بدك الحرقة هو يعني كان شوية دوز جلسات غادي يفهمها، مي أول مرة ما يمكن ما استوعبش. أما هي راك تتكلم بالحرقة، هو جاوبها قال لها لا حنا هاد الملف غادي نحاولوا ما أمكن باش نصفوا ونحقوا العداله في هذا الملف هذا، لان راه طول وقال الاستاذ يعني ما تخافي والو كوني هانيه، لاننا حنا غنمشيو دقه دقه. وبصح انا معاه، بصح نمشيو بشويه بشويه. نعم هنيئا، دفاع قوي، كنتمنوا لك التوفيق، لان ما يهمنا هو تحقيق العداله اكثر في الموضوع. أستاذة زين خيار، ملاحظة فقط. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الجديد في الموضوع، التحاق أستاذ علي رضا زيان لضخ دماء جديدة في الملف رفقة الأستاذة زين خيار، وكذلك النقاش القانوني اللي داز بين أستاذة زين خيار والسيد الرئيس، وكان الجواب السيد الرئيس أنه سوف يبحث في الملف بدقة على أساس تنوير العدالة والوصول الحقيقة في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف. مرحبا. اسمح لي واحد الإضافة عاد بعد جاتني البال، لأن ما تنساش راه خلى البحر كبير. أستاذة زينب كتندد بملف تحقيقات 98 اللي ربما كيتخذ باستهزاء ولا كيتخذ بشي منظور ماشي هو هذاك، الوغ كو هي عارفه علاش كتاكد على ملف 98 وتحقيقات 98 اللي كانت في 2007 والملف تحفظ. اذن هذا الملف التحقيقات اللي كنقولوا انا كنقولها اتحمل المسؤوليه ان الاوراق هز حط هز حط ما فيهاش مناقشه، وبالتالي بعد هي دليل واحد صغير اللي هو المحضر ديال المشتبه الثاني اللي دابا راه في, 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 في الاعتقال الاحتياطي ما كاينش في الملف، وهذاك فيه ما فيه. علاش هذاك المحضر ما يحضرش؟ اذا انا كنأكد الا ما كانوش المحاضر كاملين، ولا ما كانش ملف كامل، ولا ما كانش تحقيق كامل، ولا ما كانش ماده علميه داخله، ولا ما كانش، راه ما غيتحلش. هذا المحضر استاذ كاين عندك انت؟ كاين عندك؟ لا ما عنديش، كان عندي كون راني دليت به. ملي عرفتوه كاين في الاول وقريتوه؟ لا ما عرف. شكون اللي تكلم لكم على هذا المحضر؟ هذا المحضر ما تنساش انني كنبحث، خصكم تعرفوا بلي راني ما كننعش وما كنشوفش النعاس، كنبحث وكنقلب على اللي يبحث معايا، رجال اكفاء واقفين معايا باش كيبينوا هذه المسائل هذه. هنا اعتقد هنا فاش جاوب السيد الرئيس ياك انه عطى الوعد وقال لهم اي وثيقه غادي تسلمها للاستاذه، يعني عطى هذا الوعد في الجلسه اللي حضرنا فيها. هذا هو الجواب اللي كان جاي السيد الرئيس. نعم السيد الرئيس مشكور، ما قال عيب، قال حنا غادي ناخذوا بزمام الامور وغادي نصفوا العداله وغادي نبينوا الحقيقه ديال كل واحد وغنبينوا الحقيقه ديال هاد تامي بناني اللي انا كندد بها. صافي الحقيقه، انا بغيت نعرف ولدي فوق الارض كيفاش كان وتحت الارض كيف فين هو، باش حنا نقولوا لا نمشيو للمحافظ نبقاو حنا نجروا على المحافظ. ما المحافظ سمحوا لي يا سيدي، الدوله خصها تحضر لي ولدي. نعم الله يوفقك يا ربي استاذ زين بخيار، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذا هو المستجد الجديد في الموضوع. الشكر الجزيل صراحه للسيد الرئيس سعه الصدر ديالو مع الاستاذ زين بخيار والوعد اللي اعطاها بانه سوف يبحث كذلك عن الحقيقه، وهي بطبيعه الحال لها الحق ان تطالب وثائق. والجواب السيد الرئيس نحن راه الاشاره لاي وثيقه من اجل يتسلم الدفاع لتبيان الحقيقة ولتنوير العدالة أكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد إلى
كان شي حاجه جديده في الموضوع احنا معاكم. التعليق المواطن، شكرا لكم.